الخير والسياسي من أحمدنا على الجهود القيمة اللي عدلنا المكيفات اللي جاب لنا اللي فاصلين فيهم وهذو الأدوية السوريسية اللي جاب فيهم هذو مخفض الحرارة وفيهم مخاليات هذو وشاكرين وحتى المبردات اللي جاونا جاو وقتهم اللي ظهرت لأن قبلوا على فترة فترة الخريف وحامية حتى حامية حتى والليل كانت يا أربعة أيام والله خمسة تعود الناس تذكر ذيك صدمة الحمان اللي جات اللي حقا حصدت بعض الأرواح لهذا سادة السلطات الإدارية والأمنية جميعا، السيد العمدة، السيد رئيس المركز الصحي، السادة الطاقم الطبي، السادة الحضور، أشكركم جزيلا على حضوركم معنا في هذا الحفل اللي أقامته السلطات الإدارية هون مشكورة لتسلم هذه الهدية التي قدمنا لهذا المركز الصحي والمتمثلة في تجهيز جميع الغرف بالمكيفات مع تقديم أدوية ومستلزمات طبية وبناء غرفة كما ذكر السيد الرئيس من أجل فسح مجال غرف جديدة للمركز الصحي من أجل استقبال مزيد من المرضى واستيعاب قدر أكبر من المرتادين. كيف تعرفوا كاملين الحمد لله تعالى المركز الصحي هون عاد يشهد إقبال كبير ما كان يشهده من قبل وذلك الحمد لله نتيجة نعرف كاملين عن البرنامج اللي تقدم بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني عنه كان فيه عنه له يوفر عنه يعود همات تغطية صحية شاملة والحمد لله خرقت ولا يعود همات إصلاحات تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية وهذا تجلي من تجليات إنجازات فخامة رئيس الجمهورية اللي عادوا المرضى بدل عنهم كانوا يقيسوا نواكشوط ويقيسوا المراكز الصحية الأخرى عنهم الحمد لله عادوا يرتادوا المركز هون بالتالي خلق ضغط كبير على المركز الطبي هناتية وبالتالي عاد يطلب مننا نحن كأبناء هذه المقاطعة عن مدوا يد المساعدة من أجل عن تعود الطاقة الاستيعابية تعود قاعدة تستوعب مرتادي هذا المركز ومن تجليات ايضا تطبيق فخامه رئيس الجمهوريه جميع تعهداته اللي مثلا ما هي متخصصه ما هي خاصه بقطاع الصحه اللي فيها قطاع التعليم تشوفوا عن مولي نفس الشيء زاد هو الحمد لله على اقبال كبير الحمد لله بعد الناس ما تهاجر الحمد لله شورى المدن الكبيره وتجلي ايضا من تجليات الحمد لله هي تطبيق حكومه معالي المهندس الوزير الاول البرنامج الحكومي وفي الأخير شاكركم على تقبل هذه الهدية والسلام عليكم ورحمة الله.